أمورتي الحلوة بقت تعمة، بقت تعمة وليها سحر جديد، ليها خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد، معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد. لو شفتوا جمالها تحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيض والسمر هيداروا يداروا يداروا، والحب هيحصل فيه أزمة وتسعيرته هتزيد. عشان اصرحك. مش عايزة لا يا زو، استني بس، استني بس لما اصرح لك شعرك. ماشي استني. لا تعالي تعالي اصرح لك شعرك بس. زو لا ما تجيش. لا يا زو تعالي بس اصرح لك شعرك. لا لا لا. لا لا تعالي تعالي. ازيكم عاملين ايه؟ عودة اليكم من جديد، وفيديو النهاردة هبتدي معاكم قصة قصيرة حزينة لشعري وشعر بنتي. زوزو اول لما اتولدت قالوا لي ان من السنة ان انا احلق لها شعرها خالص. مش هنتكلم في قصة سنة او مش سنة، مش هنتكلم في النقطة دي دلوقتي نهائي. انا هتكلم في حتة ان انا حلقت شعرها، وعشان كانت مولودة في الشتاء فاللي هو كنا ملبسينها ايس كاب وحاجات كده، فكان بيديها منظر شوية. مجرد ما جه الصيف احنا عندنا يعني مثلا 4 5 شهور كل ده كنا بنلبسها وشعرها لسه ما نبتش، ما طلعش نهائي. فجينا على الصيف عشان طبعا هو بيحلق خالص للبيبي، فكان عارفين عند قورتها كده موجه من كتر ما الموز جاي كده شويه وجاي كده شويه، وشعرها محلوق خالص. وقعدت لحد 3 سنين شعرها عارفين اللي هو ايه، حاجه معجزاه، ما بيطولش وما بيتقلش. وعيال اصغر منها ما شاء الله لقي شعرهم تمام، وناس تانية بناتهم حلقوا شعرهم والعيال اصغر منها وشعرهم طلع، وهي شعرها برضو قصير وخفيف وما بيطلعش وما بينبتش ومفيش اي حاجة. دي زوزو. انا من سنة عارفين لما يجي عليك المرحلة اللي هو عايزة اقص شعري والشعر القصير جميل، ولا عايزة اعمل نيو لوك، اللي هو مودي بايظ فعايزة اغير واجدد في حياتي وابقى قوية فاقص شعري عشان كده. فقصيت شعري وقصيته قصيته يعني قصيته خالص، عملت قصة اللي هو بيبقى مدرج كده مقصوص، اللي هو كنت اجي اعمله بتوكة مثلا ما فيش توكة ماسكة فيه من كتر ما هو قصير. وقعدت خلال السنة اللي فاتت دي اجرب في زيوت وفي حاجات واعمل ماسكات واشوف ادوية وبتاع، وفي نفس الوقت برضو شعري ولا عايز يطول ولا عايز يتقل، لدرجة ان انا ما كنتش بسيبه عشان كان بيقع، يعني بيقع كده اللي هو مجرد ما بسيبه الاقي شعري عارفين اللي هو كده، فكنت بتحرك طبعا ان انا اسيبه، في نفس الوقت الشعر في كل مكان، فكنت على طول لماه. لحد ما من سنة بدأت ان انا اغير في شوية حاجات سواء لشعري او لشعر بنتي. ايه دي يمكن اللي حسيتني بفرق جدا، والحمد لله بدأ شعري يطول عليها وشعري بنتي يطول عليها، واحنا اتنين شعرنا يتقل، اللي هو تقريبا احنا اتنين بقينا في نفس الطول بس هي على صغرنا وانا على كبير. وحسيت ان هو اختلف 180 درجة حتى في انه بقى اطرب من الاول بكتير. هقول لكم على اول حاجة وهي حاجة غريبة جدا وهتستغربوها، فكرة ان انت تسرحي شعرك. تسريح الشعر من الحاجات اللي بتطوله، ما تسألنيش ازاي، مرة الصبح مرة بالليل مرة على مدار اليوم، برضو مش لو التسريح الاوفر، بس انا عشان كنت بسرح بمشت، وخليكم فاكرين مشت دي عشان هقول لكم دلوقتي حاجة تانية. حتى المشت كان خشب بس كنت اجي احطه في شعرها، كان طبعا بيبقى شعرها مثلا لافف على بعضه او حاجة، فكانت تقعد تسرخ وكانت تبقى مجزرة اصلا عشان تخليني اسرح لها شعرها، فما كانش بيتسرح، فتحسوا ان الشعر كان جزء منه معجزه انه ما بيتسرحش. لكن فكرة تسريح الشعر بشكل عام ده بيخلي الايه زي ما تقولوا كده بيحفز الدورة الدموية شوية في الشعر، فبيخلي الشعر يطول مع الوقت. الحاجة التانية وهي احنا هنستخدم ايه واحنا بنسرح الشعر. انا كنت بستخدم المشط الخشب وكنت فاكر انها مرتاحة عليه جدا، بس اللي طلع احلى منه بمراحل وهي الفرشة الخشب. ثواني، دي فرشتي، دي فرشة بنتي. الموضوع اسهل بكتير، يعني انت ممكن تكوني بتعملي حاجات كتير جدا صح لشعرك وتيجي تسرحيه بطريقة غلط فتلاقيه بيقع بالكوم. فانا في البداية اول ما استخدمت الفرشة دي كان فعلا بيطلع فيها كم من الشعر اللي هو كتير، كان لسه شعري وقتها بيقع. بعد كده مع الوقت الحمد لله ما بقاش يعني تقريبا يبقى فيها شعر غير كل فين وفين، وشعر قليل جدا، وبرده نفس المبدأ او نفس الحاجة
مع بنتي. ففكره ان انت تسرحي شعرك بفرشه خشب هيسهل في تسريك الشعر جدا، عشان انا عارفه البنات متعبه من زي ما بنشوفهم كده في التلفزيونات، ويعني قطاقيط وكتاكيت وبيمسكوا يعملوا لهم حاجه حركات وحاجات في شعرهم خالص، بيقعدوا يفركوا فرك السنين، ويا ماما ما تشديش شعري وبيوجعني، ويقعدوا يصرخوا ويعيطوا. انا يعني واثقه من ده، لو في مامي بتسمعني اكيد هتبقى عارفه الوضع ده، لو عندها بنوته كنا فاكرين نقعد نحط لهم توك وحركات، مفيش الكلام ده. فلما بدات اصرح لها بالفرشه الموضوع اختلف 180 درجه، ويمكن بقت تحب شويه ان انا اصرح لها شعرها. الحاجه اللي بعد كده وهي تضفير الشعر بطريقه ما، العوده بقى للقدماء، وهي ان انت تضفري شعرك. انا في البدايه كان شعري طبعا كان قصير جدا، ما كانش بيطول، فما كنتش بعرف امسك اضفره. لما ابتدى سنه يطول بدات حتى امسك القصه اضفرها، من كتر ما فيها الشعر فكنت بمسك القصه اضفرها. بنتي لما كنت باجي اضفر لها شعرها اللي هو بتيجي الضفيره هنا، من كتر ما فيش اصلا حاجه تتضفر، لحد مع الوقت بقينا نعمل احنا الاثنين ضفيره بالليل قبل ما ننام، بحيث ان هي تلم الشعر وفي نفس الوقت الضفيره بتطول الشعر. ما تسالنيش ازاي. من الحاجات المهمه جدا جدا برضو ان انت تهتمي بالفيتامينز اللي انت بتاخديها، ان انت تغذي الشعر داخليا. فانا كنت الفتره اللي فاتت باخد فيتامينات كتير عشان كنت حامل، وفي نفس الوقت بعد الولاده كملت وكنت باخد الفيتامين ده، فيتامينات كتير يعني عامه خلصتها الفتره اللي فاتت، فحسيت ان هي فرقت شويه في شعري وفرقت كمان في ضوافري. بس في حاجه تانية استخدمتها الضفره بقول لكم عليها بس بعدين، خلينا دلوقتي في الشعر. ففكره ان انت برده تاخدي فيتامينز داخليه ده هيغذي الشعر داخليا، ما فاضلش بقى غير ان احنا كمان نغذيه خارجيا. حمامات الزيوت وان انت تدهني شعرك بزيت وان انت تستخدمي منتجات صح لشعرك، دي برده من اكتر الحاجات اللي هتفرق في شعرك 180 درجه. انا كنت بستخدم اللي هم الزيتين دول، ده السيفن اويلز كنت بستخدمه لبنتي، وده كيش كينج كنت بستخدمه ليا اللي هو برده قرب يخلص يعني. كنت بستخدم دول وفي زيوت تانية برده سواء دهان او حمام زيت، بس يعني هم دول اللي قدامي دلوقتي. عايز اقول لكم فرقوا في شعرنا جدا، يعني فكره عامه حمامات الزيت للشعر بتغذي الشعر وبتفرق معي. طيب دلوقتي بقى هكلمكم عن الحاجات اللي انت محتاجاها لشعرك، لاي شعر في الدنيا الحاجات دي اساسيه. اول حاجه وهي شامبو مناسب لنوع شعرك، وان الشامبو ده يكون عشبي. انا اعرف شامبوهات انواع كتير جدا وبحبها جدا ومناسبه لشعري، بس في الفتره اللي بحاول ان انا اعالج فيها شعري بستخدم على طول شامبو يكون عشبي. ليه؟ عشان ما تحطيش حمام زيت على شعرك وبعد كده تيجي تغسليه بشامبو فينشفه ويضيع كل اللي انت عملتيه. ففي الشامبو ده كريمي جدا 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 اسمه كيش بال، 500 ملي، هيقعد معاكي فتره طويله وفي نفس الوقت ملهوش اي تاثير سلبي على شعرك، بالعكس لانه هو اصلا من اعشاب طبيعيه فمش هيضر الشعر خالص، وفي نفس الوقت هينضف الشعر. ليه بقى بقول لكم اول خطوه اللي هي الشامبو؟ لانه لازم تنضفي فروه الراس، الشامبو ده عشان ننضف بيه فروه الراس. فلو ما نضفناهاش هيتكون فيها بكتيريا، هيتكون فيها قشره، فالقشره دي هتخلي الشعر يقع. الحاجه الثانيه واللي محتاجاها برده لشعرك وهي البلسم، ده الهير كونديشنر اللي بستخدمه. اوكي عامه الكلام مش على الشامبو ده، لان الشامبو ده كريمي جدا وبيطري الشعر، اللي هو تحسي اصلا انت مش عايزه ترطبيه بعد ما تغسلي شعرك بيه. بس عامه في شامبوهات بتنشف الشعر، وعامه انت بتستخدمي الشامبو على فروه الراس بس، بقيه الشعر بيتغسل بالبلسم عشان يطريه وعشان يكمل حته النظافه دي. فالبلسم ده برضو عشبي، مكوناته طبيعيه كلها، وفي نفس الوقت حجمه كبير زي الشامبو، وهيقعد معاكي فتره وهيغذي الشعرايه، يعني هيكمل اللي بداوا الشامبو. لو كان نشف لك الشعر شويه فهتلاقي البلسم بيعوضه، بس زي ما قلت لكم الكلام مش على الشامبو ده بيطر الشعر جدا. الحاجه اللي بعد كده وهي حمامات الزيت للشعر عشان نغذي الفروه، فبالتالي هتلاقي الشعرايه اتغذت وتولت وتقلت والكلام ده. انا استخدمت زي ما قلت لكم انواع زيوت كتير، في بقى زيتين انا عايزه اكلمكم عنهم اللي هما الزيتين دول، تمارا و7 دايز. تمارا و7 دايز انا اوريدي كنت مجربه لشعري زيوت كتير جدا من بيج زيوت هندي برضو، فكنت واثقه انه اي زيت هما ينزلوا يقولوا عليه حلو ان هو هيطلع فعلا حلو. في الزيتين دول تمارا و7 دايز انا حاسه ان مكوناتهم تقريبا واحده، فيهم مجموعه كده خليط من الزيوت اللي بيغذي الشعر وبيطريه وبيقلل الهيشان، بس بحس ان 7 دايز او 7 دايز اللي بيفرقوا عن تمارا ان ده بيشتغل على انبات الفراغات او انبات الشعر اكتر. فلو انت شعرك خفيف
او شعرك ضعيف او شعرك يعني عامه ما بيطلعش او عندك فراغات في شعرك، ممكن تبداي بال7 دايز في البدايه. هي دي العلبه الصغيره، دي الحجم الاساسي، بس عشان على طول بيتسحبوا فانا ما لقيتش المره دي غير الصغيره عندي اوريدي واحده منها تاني، عشان هم مناسبين كمان للاطفال، فانا بستخدم لشعري ولشعر بنتي. بس عامه لو انت شعرك خفيف ابداي الاول بال7 دايز، او ممكن عامه تبداي بالاثنين، لان ممكن تستخدميه كدهان يومي وممكن تستخدميه كمان كحمام زيت للشعر عشان يغذيه، فتلاقي شعرك بيطول وبيتقل مع الوقت. الاثنين خفاف جدا على الشعر، بيطروه وفي نفس الوقت ما بتحسيش بملمس دهني بعد ما تحطيه، لان دول ينفع تعملي منهم حمام زيت وينفع تستخدميه كدهان يومي. يعني انا بدهن لبنتي شعرها كل يوم، فينفع ان انت تدهنيه يوميا فمش بيدهن الشعر. يعني انا لما باجي احط ايدي كده على شعري مش بحس بان هو دهني او حاجه، فهم حلوين او في كده ان هم خفاف على الشعر، فمش هتحسي بتقل كده وانت حطاهم، او هتحسي بدهننه، او هتحسي ان هم مضايقين شعرك باي شكل. طيب احنا كده نضفنا الفروه بتاعت الراس وفي نفس الوقت غذيناها بزيوت عشان تغذي الشعرايه. طب بقيه الشعر نغذيه ازاي او نرطبه ازاي او نطريه ازاي؟ مش قدامك اي حاجه غير حمامات الكريم. في حمام الكريم ده بقيه المجموعه بتاعت الشامبو والبلسم. ريحته مديه على مانجا او خوخ، ريحته عامله زي اللبان كده، فهتلاقيه بيرطب شعرك وبيطريه وفي نفس الوقت كمان بيديله ريحه حلوه. كده خلصنا الشاور بتاعنا، خلصنا كل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها اثناء الشاور. بس ممكن تمشي كويس جدا في كل حاجه في الروتين بتاع شعرك، تستخدم نوع شامبو كويس ومناسب لشعرك وكل حاجه وما ينشفوش ويطريه ويغذيه مع حمامات الزيت وكل حاجه، وتيجي بقى لما تيجي تسرحيه تقطعيه تقصفيه توقعيه تعملي اي حاجه تلاقي شعرك كل اللي انت بتعمليه ده ولا كانك عملتيه خالص. فالفكره ان انت وانت بتسرحي شعرك تستخدمي حاجه تسهل عمليه التسريح دي، ما تخليش شعرك يتقصف ويتقطع وانت بتسرحي، لان التسريح ده بشكل دوري يوميا، فانت لو ما حطيتيش حاجه تطري هتلاقي شعرك الناشف ده عمال يقع معاكي وانت بتسرحي. ممكن تستخدمي سيروم، وفي اللي هي المخمريه دي، انا جبت لكم العلبه بتاعتها عشان ايه تبقوا عارفين برده شكلها اهي. ايه بقى قصة المخمرية دي؟ احنا خلاص بعد مثلا ما اخدنا الشاور بتاعنا او غسلنا شعرنا وغزلناه ورطبناه، والحاجات دي على فكرة كلها يعني بتساعد على ان الشعر الهيشان بتاعه يقل وان هي تطريه. بس عامة يعني انت عملتي الروتين بتاعك باي حاجات في الدنيا، فبتبقي محتاجة بقى في الاخر بعد ما تخلصي الشاور او عامة وانت قاعدة كده ان شعرك يكون شكله متظبط، فبتبتدي انت تحطي بقى كريم سيروم اي حاجة للشعر عشان تعرفي تسرحيه ويكون شكله في النهاية مش هايش كده ومنعكش. فالمخمرية دي فكرتنا عن المخمرية ان هي بتدي ترطيب وبتدي ريحة حلوة. المخمرية دي مخمرية علاجية، فيها زيت الارجان وفيها بذور الكتان، فيها حاجات عامة هتكمل الروتين اللي انت بدأتيه عشان تغذي الشعراية، وفي نفس الوقت هتديكي الملمس اللي هو الناعم والشعر ما يكونش شكله هايش. المفروض ان هي ريحتها حلوة، بس انا حاسة ريحتها قلبه ايه على نعناع خفيف وزيت جوز هند برضو خفيف، بس ريحتها مش ثابته. يعني انا بستخدمها وبحطها على شعري وكده مش ممكن تدي ترطيب اللي انا عايزاه، بس الريحه بتاعتها ما بتكونش ثابته. يعني مش قضيتنا الريحه، المهم ان احنا استخدمنا حاجه كملت غذاء للشعر عشان تاخدي منه، يعني تاخدي من الحاجات دي نتيجه كويسه تفرق في شعرك ويطول ويتقل مع الوقت بسرعه. طيب اخر حاجه بقى، وهي يعني بص انا واحده بخاف شويه وقدامي دايما صوره افلام الرعب، عارفين افلام الرعب كده، فكنت بخاف جدا من بروكاب، رغم ان كتير بيشكروا فيه وان هو بيفرق، لان انت لما تحطي زيت على شعرك كده، انا كل الروتين اللي انا كنت عاملاه ده ما كنتش بستخدم فيه اللي هو البروكاب، لسه جايباه مؤخرا، يعني حتى كان عندي واحد وصرفته راح للي راح له عشان كنت بخاف جدا اللي هو قدامي بقى ايه، انا حاطه بقى البروكاب كده ايه فوق راسي وحطاه في الفيشه، مجرد ما احطه في الفيشه اللي هو هيحصل انفجار. انا شكلي هيبقى عبيط اول ما اتكلم، خلينا نقلعه احسن. المهم ان انا عرفت له طريقه استخدام جديده دلوقتي. المهم انا كل الروتين اللي عملته ده ما كنتش بستخدم فيه البروكاب، بس هو يفرق في ايه؟ ان انت لما هتحطي زيوت على شعرك وبعدين تلبسي عليها البروكاب هيفتح المسام بتاعت الشعر، وفي نفس الوقت هيدفي الزيت فهيدخل للفروه بشكل اسرع، فيديكي نتيجه اسرع واسرع. احنا اخدنا سنه في الموضوع، فانت ممكن الموضوع ياخد معاكي شهور لو استخدمتي حاجات مساعده اكتر. وبعدين بتستخدميه وبتفكي اللي هي السوسته دي،
السوسته دي وبتغسلي اللي هي الحته دي وترجعي تحطيها تاني وتستخدمي. الطريقه بقى الجديده اللي انا عرفتها لاستخدام البرو كاب ان احنا هنحطه في الفيشه عادي وتسيبيه يسخن من ربع لتلت ساعه كده وبعدين تفصليه من الفيشه وتحطيه على شعرك، فاللي هو الموضوع ما فيهوش اي كهرباء عشان كنت بخاف جدا بصراحه. فلما عرفت الطريقه دي جبت اللي هو البرو كاب ده مستورد، هو موجود في البيج بتاع ديود هندي اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعها في الاخر تحت يعني في الديسكريبشن بوكس وفي اول تعليق. بس عامه كان فيه اللي هو لونه بينك كده شويه مش الفوشيا ده حاجه تانية، ده حاساه الماتيريال بتاعته انضف بكتير. عامه هو فيه مستويين، ده المستوى الاول ده المستوى التاني اللي هو مستوى السخونه بتاعه البرو كاب نفسه. فانت بتختاري درجه الحراره اللي انت هتحسي ان شعرك مستحمله او اللي تحسي ان هي مناسبه اكتر، وبتعملي حمام الزيت وتحطي عليه البرو كاب عشان بجد بجد هيفرق 180 درجه بشهاده كل الناس اللي جربوه. زي ما قلت لكم انا كنت بخاف، بس اول ما عرفت الطريقه الجديده دي حمسني بصراحه ان انا اجيب البرو كاب واستخدمه في الروتين عشان كمان شعري يطول ويتقل، يعني اكمل بقى في الروتين اللي بداته عشان شعري يرجع يطول مره ثانيه. وبس كده دي كانت كل حاجه لفيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم ويكون فاتكم. هسيب لكم تحت في الديسكربشن بوكس وفي اول تعليق مثبت تحت الفيديو لينك بيج زيوت هندي، هتلاقوا عندها كل المجموعه دي. انا اوريدي كنت مجربه من عندها زيوت ثانيه والحمد لله ظبطت شعري الى حد ما، بس لما لقيت المجموعه دي بقى ولقيت الريفيوز عليها واصلا جايين من الهند كل المجموعه دي مش هتلاقوها عند اي حد ثاني، 7 دايز وتمارا والزيوت دي مش هتلاقوها عند اي حد ثاني غيرها يعني. فحبيت ان انا اكمل الروتين بتاع شعري وشعر بنتي بمجموعه مختلفه. وعامه كمان هتلاقوا عندها حاجات كتير للبشره وللشعر وللجسم وخصومات وعروض وحاجات كده للعرايس، فهسيب لكم لينك البيج عشان لو حابين تطلبوا منها اي حاجه. وبس كده دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده، ما تنسوش تقولوا لي تحت انتوا حابين تشوفوا ايه في الفيديوز اللي جايه ان شاء الله. بشكركم جدا جدا، بحبكم، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. أمرتي الحلوة بقت تعمة وليها سحر جديد، ليها خفة وليها سحر جديد، ليها خفة راح لما بتضحك بتروح لبعيد، معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد، معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد، لو شفتوا جمالها تحتاروا والبيض والسمرة. ماما احنا معرفش والبيض والسمرة. عايز اخد الشوت ده بس هي بتضحكني. لو شفتوا جمالها تحتاروا. أمرتي الحلوة بقت تعمة وليها سحر جديد، ليها خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد.